السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالبات الحبيبات، طالبات الصف الثالث الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. بارك الله فيكم. يملأ فاق لغتي فخر عز جاه، لغتي 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 لغتي. عزيزات الطالبات، سوف نقوم اليوم بدراسة واستكمال درسنا الشدة الجزء الثاني، مهارة الإملاء من الوحدة الرابعة. ولكن قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، هيا بنا كي نتعرف على قيمتنا الأسبوعية. فقيمتنا الأسبوعية هي أفتخر بكوني مسلمة. عزيزات الطالبات، يجب علينا أن نفخر جميعنا بأننا وهبنا الله سبحانه وتعالى وأعطانا هذه الهدية والمنحة والهبة، وهي نعمة الإسلام. فهي نعمة جميلة جدا، بفضل الله من علينا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، وهي نعمة الإسلام. فيجب علينا أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها ولا نفرط فيها أبدا. بارك الله فيكم. وكما تعودنا في بداية كل حلقة، لابد أن نقوم بقراءة رؤية مدرستنا. فرؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع، محافظا على أخلاقه وقيمه، ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أنه يجب علينا التمسك بالأخلاق الفضيلة، مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين وطاعتهما وإلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، وضرورة مواكبة تطورات العصر الحديث حتى لا نتأخر ونتخلف عن بقية الأمم ونصبح متقدمين ومتقدمين، وكل يوم في تقدم وازدهار بإذن الله تعالى. هل تتذكرون هذه العلامة؟ نعم، إنها علامة الشدة، لا ننساها أبدا. الشدة علامة جميلة، أليس كذلك؟ وتعبر عن حرفان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك. هل تتذكرون الأنشودة التي قمت بإلقائها في نهاية الحصة الماضية؟ نعم، هيا بنا نقولها مرة أخرى. أنا الشادة، أنا الشادة، لي أشكال عدة، فتحة شدة مع الفتحة، شدة مع الفتحة، شدة مع الكسرة، شدة مع الكسرة، شدة مع الضمة، شدة مع الضمة. أنا الشادة، لي أشكال عدة، شدة مع الفتحة، شدة مع الفتحة، شدة مع كسرة، شدة مع كسرة، شدة مع ضم، شدة مع ضم. صوت الحرف، معي صوتان، صوت الحرف، معي صوتان. صوت ساكن، وصوت متحرك، صوت ساكن، وصوت متحرك، صوت ساكن، وصوت متحرك. أنا الشادة، لي أشكال عدة، شدة مع فتحة، شدة مع كسرة، شدة مع ضمة. ما ننساها أبدا حبيبي الحلوين. الآن عدي حبيبي، يلا مع بعض نجاوب على هذا النشاط. من منكم الآن مستعدة للإجابة على هذا النشاط؟ هذا هو النشاط. ما هو المطلوب مني الآن؟ معي الكلمة، كلمة السماء. الحرف الذي نطق مرتين هو حرف السين. معي كلمة السماء،
الحرف الذي نطق مرتين هو حرف السين. العلامة الموجودة هي علامة الشدة. العلامة الموجودة مع الشدة هي شدة مع الفتحة. بارك الله فيكم. هيا بنا نقوم بكتابة كلمة أخرى. والآن كلمة يصور. يصور من تقوم بتحديد الحرف الذي نطق مرتين. يصور. بارك الله فيكم. حرف الواو هو الذي نطق مرتان، حرف الواو. إذن ما العلامة التي لابد أن نقوم بكتابتها على حرف الواو؟ نعم، إنها الشدة. يصور ويرو نطق حرف الواو مرتان، لابد أن نضع عليه علامة الشدة. يا ترى ما هي الحركة مع الشدة؟ هل هي حركة الفتحة أم الضمة أم الكسرة؟ لاحظي معي النطق يصوي يصوي وي وي. إذا الكسرة. بارك الله فيكم. شدة مع كسرة، شدة مع كسرة. لابد أن نضع مع الشدة هنا كسرة. أما هذه الكلمة قوي قوي قوي، أين نضع الشدة؟ قوي. بارك الله فيكم. على آخر حرف هو حرف الياء. حرف الياء لابد أن نضع عليه الشدة. بارك الله فيكم، لأنه نطق مرتان. قوي ين قوي ين، لابد أن نضع عليه علامة الشدة. شكرا لكم. تبدو أنها صغيرة، ليس كذلك؟ هيا بنا نقوم بتكبيرة تكبيرة تكبيرة. هكذا قوي. يا ترى العلامة الموجودة هنا مع الشدة قوي ين ين ين. أحسنتم. تنوين ضم تنوين ضم. قوي ين ين. بارك الله فيكم. والآن بعد هذا النشاط حبيباتي، هيا بنا نقوم بكتابة بعض الكلمات. سوف أملي عليكم بعض الكلمات وتقومون أنتم بكتابتها، حتى أتأكد أنكم قمتم بالتدرب على درسنا لهذا اليوم. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أول كلمة، من تقوم بكتابة كلمة خطة؟ هل قمت بكتابتها؟ بارك الله فيك، تأكدي أن إجابتك صحيحة. هكذا، هل قمت بكتابتها هكذا؟ شكرا لك، لكن إجابتك خاطئة. لماذا يا معلمتي؟ لأنك لم تقومي بكتابة الشدة. قمت بكتابتها؟ إذا أنت طالبة مبدعة، أنت رائعة. يا ترى أين حرف أين علامة الشدة؟ وأين الحرف الذي قمت أنا بنطقه مرتان؟ خطة. بارك الله فيك. حرف الطاء الذي قمت أنا بنطقه مرتان. خطة. شدة مع فتحة. خطة. بارك الله فيكم. أنتم طالبات رائعات ومبدعات. من تقوم الآن بكتابة كلمة علم؟ علم، وتحدد لي الحرف الذي يوجد عليه الشدة. هل قمت بكتابتها؟ علم، أين الحرف؟ بارك الله فيك. هل قمت بكتابتها هكذا؟ لا يا معلمتي، بل قمت بتحديد الحرف المشدد وهو حرف اللام. علم. شكرا لكم. والآن عزيزات الطالبات، أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله. دوما في العليا.
نحو أدب.